يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الإخوان في مقبرة النسيم وغيرها ينكرون على الناس قيامهم بالصلاة على الجنائز عند القبر، ويعدون هذا من المنكرات، ويقولون لا يصلى عليها إلا بعد الدفن، فهل إنكارهم صحيح حيث يكثر اللغط ورفع الصوت بشأن هذا صحيح. الصلاة عليها قبل الدفن أولى من الصلاة عليها بعد الدفن. الصلاة على الجنازة قبل الدفن أولى من الصلاة عليها بعد الدفن، إنما يصلى عليها بعد الدفن إذا فاتت الصلاة عليها قبل الدفن، ليس عندهم مستند على هذا. نعم.